الرؤية المصرية لحقوق الإنسان. وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حقوق الإنسان على رأس أولوياته في استراتيجية التنمية الوطنية لمصر ورؤية 2030، بذل جهود تعاونية وتشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر لمراعاة حقوق الإنسان، استحداث أداة اتصال سياسي مباشرة تتمثل في المؤتمرات الدورية بين الرئيس والوزراء مع الشباب، تنفيذ مبادرة الأزهر يجمعنا لنشر قيم التسامح وقبول الآخر، مبادرة بيت العائلة المصرية التي تجمع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، إقامة مشروعات تنموية مما يتطلب عمالة كثيفة، إطلاق البرامج الاجتماعية منها تكافل وكرامة وحياة كريمة، تطوير العشوائيات والإسكان المتوسط ومحدود الدخل وتوفير مياه الشرب النظيفة والآمنة، تطوير التعليم والبحث العلمي وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني لمحو الأمية، الاهتمام بصحة المواطن وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي ومبادرة صحة المرأة، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وختان الإناث ومناهضة الزواج المبكر، تمكين المرأة حيث تشغل السيدات 25% من الحقائب الوزارية وتعيين امرأتان لأول مرة كمحافظ منذ عام 2018، إنشاء صندوق الطفل لرعاية وحماية أطفال الشوارع، وضع استراتيجية صحية للأشخاص ذوي الإعاقة، عضوية 59 شاباً بمجلس النواب وإطلاق الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب، تعيين 41 معاون وزير من الشباب وستة نواب محافظين، تخصيص نسبة 50% للشباب في عضوية المجالس التخصصية للتنمية المجتمعية والتعليم، رعاية واستضافة اللاجئين من الدول المتضررة بالإضافة إلى منع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، محاصرة ظاهرة الإرهاب فكرياً وتنظيمياً ومالياً وأمنياً لأنه يهدد حق الإنسان في الحياة،